أنا يجب أن يصل السيد دونتان. إنهم في طريقهم، سيصلون قريبا. املأوا كل مكان بأزهار الربيع، أريد استقبال السيدة أيغول برائحة المسك. بينما نمر بكل هذه المصائب تنشغل بزفافك يا علشار. هل كل ما يشغل بالك في هذا الوقت هو زواجك ودخلتك؟ بما أن قبيلة الكاي بأكملها تقف خلف عثمان وتحميه، فعملنا صعب. حاول فهم هذا أيها القائد بوكي، إن الخاتم الذي سأضعه في إصبعها سوف يكون طوقا في رقبة والدها. في حال واجهت قبيلة الكاي وقاتلته، ستندهش كما اندهش بالكاي عاجلا أم آجلا. سوف نرى. من الآن وصاعدا سيدة قصري هي السيدة أيغول، كلامها لن يتكرر. أخبر العمال بهذا. أمرك يا سيدي. ماذا تريد؟ سيدي، لقد حصل هجوم واختفت إحدى العربات، وهناك آثار دماء وهي حديثة. عربة؟ ماذا يحدث يا علشار؟ مالك، جهز الجنود فورا وجهز حصاني بسرعة. قل لي إلى أين أنت ذاهب؟ كان يجب أن يصل دوندار، هناك خطب في هذا الأمر أيها القائد. هو عثمان؟ عثمان دائما ما يكون خلف كل الشرور، سنفهم الآن. هيا بنا، أحضره بسرعة. لقد خرج الثعلب من جحره.